الرحيم وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. هكذا وعلى بركة من الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة ختام الأشواط لهذا المساء، شوطنا 22 لسن الأبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات ضمن مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يتقدم على المركز الأول. هنالك غزوة عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري مقدما لنا غزوة على المركز الأول. المركز الثاني يتابع الانطلاقة والوصول مع شعارك يا المجدور. تتقدم العنود ليتقدم راكان بن علي بن مسعود بن علي المجدور. من يدفع لنا بهنا بالعنود على المركز الثاني المركز الثالث؟ أجد القدوم والوصول هنالك من قبل هذا الشعار وهذه الانطلاقة، شعار على ما أعتقد شعار الشهواني. تيقدم لنا وصايف محمد بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري مقدما لنا وصايف على المركز الثالث. تتسلل إلى ثاني المراكز المركز الرابع. أتابع الانطلاقة والوصول، أتابع هنا القادمة والواصلة في هذه اللحظات. إزعار وجابر بن حمد بن جابر المسعود المري مقدما لنا إزعار على المركز الرابع. تنطلق إلى ثالث الأسماء. دور المركز الخامس لأتابع عموه سلطان بن شافي بن حمود العجمي مقدما لنا عموه على المركز الخامس. ولكن اللي غيرت واحتلت المركز الخامس هنالك غشامة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت مقدما لنا غشامة، احدى اقوى واكبر المرشحات لانتزاع هذا الشوط، لانتزاع البيكب. يا اخواني هنالك تويوتا لاند كروزر بيكب تنتظر واحدا من بين هؤلاء الشعارات، واحدا من بين هذه الشعارات الكبرى التي جاءت من اجل الانتصار. العوده الى مقدمه الشوط، العوده الى اول الاسماء، العوده الى اول المراكز، الى غزوه من غزه الانتصار، غزوه من غزه المركز الاول. بن سفران يقدم لنا غزوة، ولكن الشهواني مع وصايف محمد بن حمد بن مسفر، الشهواني من يغير في هذه اللحظات. إزعار على المركز الثالث ليتقدم جابر بن حمد بن جابر آل مسعود المري مقدما لنا إزعار في حالة من الإزعاج، في حالة من الضجيج لبقية المشاركين. المركز الرابع أتابع العنود راكان بن علي بن مسعود المجدور واصل مع العنود. المركز الخامس وصلت غشامة تصل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ولكن العودة إلى الشهواني، والبيكب. الله 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 يا الشهواني، الله يا الشهواني، الشهواني الشهواني مع وصايف مع البيكب. قفابه الشهواني اقفت تباري حمام الورق بالدورة، مره تغني لها ومره تغني له. وصايف ولكن العنود على المركز الثاني، العنود مع المجدور، ولكن وصايف مع الشهواني. وصايف يبدو بأن السلامات تذهب لمالك وصايف محمد بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري. سلام يا الشهواني، سلام يا وصايف السعد، سلام يا من بشرتهم بالخير، يا من بشرتهم بالإنجازات، يا من بشرتهم
بهذا المجد الكبير. سلام يا الشهواني سلام، سلام يا وصايف سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الثاني العنود راكان بن علي بن مسعود المجدور. المركز الثالث وصلت وهايب لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة. المركز الرابع كان الوصول مع سيوف لناصر بن سعيد بن عبد الله بن لحول المري. المركز الخامس وصلت في غزوة لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. إذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي وصايف محمد بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 5:59.43 تهانينا تهانينا لك يا الشهواني على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني العنود راكان بن علي بن مسعود بن علي المجدور 6:73.73 بينما جاءت على المركز الثالث وهايب لزيد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة 6:02.71 تهانينا تهانينا.